أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: بينما رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ وعنده دابة في الدار فجعلت تنفر فخرج فإذا سحابة قد غشيته، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. هذا الحديث قال فيه البراء: بينما رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الرجل هو أسيد بن حضير كما بيّنته الروايات الأخرى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبره: تلك السكينة. السكينة كل يرغب فيها، هي طمأنينة النفس واستقرارها وثباتها. تلك السكينة تنزلت للقرآن، في رواية عند البخاري تنزلت بالقرآن، عند أحمد نزلت بالقرآن، عند مسلم تنزلت عند القرآن، عند الترمذي تنزلت مع القرآن، وفي رواية عند الترمذي على القرآن. إذن لو نظرنا إلى حال قارئ القرآن فإنه تصيبه من السكينة بقدر ما يوفقه الله عز وجل، وكل بحسبه. إذن تلك السكينة افتقدت عند كثير من الناس في قلوبهم وفي بيوتهم، ولذا نرى الهجران لقراءة القرآن من كثير من المسلمين. والحجة قائمة في مثل هذا الزمن على الكل، المصحف في جوالاتنا، ومع ذلك نفتح كلام البشر بالليل وبالنهار بالساعات وبالدقائق، بينما كتاب الله عز وجل لا يقرأ إلا قليلا، والبعض لا يعرفه إلا في رمضان. فنسأل الله السلامة والعافية. تلك السكينة تنزلت مع ماذا؟ تنزلت بالقرآن، نزلت بالقرآن، على القرآن، مع القرآن، عند القرآن، للقرآن. سكينة من كل جانب ومن كل حال، فنحن افتقدنا في مثل هذا الزمن هذه السكينة، وكل بحسبه.